كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. العميد وحيد السعيدي، عميد في الديوانة. خطة متاعي مراقب عام للمصالح الخارجية في الديوان. الوقفة الاحتجاجية هذه اليوم على مجموعة الديوانية اللي تم إيقافهم، أهم التفاصيل والمطالب. فعلا هي وقفة احتجاجية مش للمجموعة اللي وقع إيقاع، هي المجموعة اللي وقع إحالتها ظلما على التقاعد والوجوه. في الحقيقة احنا إلى حد اليوم منذ تقريبا أسبوعين تلقينا مكالمة هاتفية اللي احنا على ذمة رواحنا واللي احنا وحلنا على التقاعد الوجوبي بموجب أولا مكالمة هاتفية، ثم فيما بعد وقع التداول، معناها قرار ممضى من السيد وزير المالية، هو ممضى فقط له مسجل، هذا معناها واحدة من الاختراقات، ممضى لا له مسجل وله عنده معناها رقم بالمكتب المركزي مكتب الضبط، وداولتها معناها شبكات التواصل الاجتماعي وما وصلتناش لغاية اليوم. احنا لنا جماعتين واكثر من هكاك، وقت اللي طلبنا بالقرار الاصلي وقع مدنا بنسخة مطابقة للاصل، ووقع صمت مطبق على التبرير. الناس كل هاكم انتوما منذ اسبوعين الصحافة والاعلام والناس كل تبحث على المبررات، وما يقال وما يشاع وما يروج من كونه كما هم عملوا معناها كوميونيكي وقالوا على خلفية ملفات فساد. إذا كان فعلا فما ملفات فساد نعودوها للمرة الألف، فالأولى والأحرى والأجدر كونه تحال على العدالة لتقول كلمتها. وإذا كان هما قاعدين يكرروا في القديم ويجبدوا في الناس اللي فعلا تعرضت إلى مظالم ووقع رفع ضدها قضايا من طرف مهربين ومن طرف ناس معناها كانت موضوع مخالفات وقضايا جمركية في تبييض الأموال في التهريب، وإحنا نعرف القضايا اللي ترفع ضدنا، ومع ذلك ولحسن الحظ مازال عندنا قضاء مستقل ونزيه وعندنا في ثقة، ووقع تبرئتنا مجموعة من جميع التهم الموجهة إلينا. والتبرئة هذه ما جاتش معناها بصفة شكلية، بل بالعكس هي التبرئة في الأصل في أعلى درجات التقاضي اللي هو حكم قضائي تعقيبي بات نهائي، كونه احنا ما عندنا حتى دخل في هل ما يشاع من كونه احنا معناها دخلونا في دائرة الشك ودائرة الفساد مع كل ما معناها ما يتسبب هذاك من ضرر معنوي علينا على نفسيتنا على عائلتنا على أبنائنا على زملائنا. وبالطبع إذا كان معناها احنا ندعو إلى معناها هيبة الدولة، رأي هيبة الدولة مش بالتعسف على المواطنين، هيبة الدولة في تطبيق القانون. وأنا هوني نوجه نداء استغاثة للسيد رئيس الجمهورية اللي هو المؤتمن على الدستور باش يرفع هالمظلمة هذه، والناس الكل تعرف اللي هو معناها من أشرس المدافعين على تطبيق القانون، وإحنا راو ماناش طالبين تبرئة الذمة، طالبين تطبيق القانون ولا شيء غير القانون.